الأخوات والإخوة مناضلات ومناضلو حزب الاستقلال، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا التجمع. هذا التجمع الذي نعتبر أن عنوانه التعاقد من أجل الكرامة. هذا اللقاء ومن أجل افتتاح الحملة الانتخابية لحزب الاستقلال، ومن أجل تقديم وكلاء اللوائح بالنسبة لأقاليم التسعة لجهات فاس مكناس، كذلك لتقديم وكيلة اللائحة الوطنية للنساء والشباب. في البداية الأخوات والإخوة، أقدم لكم وكيلة لائحة النساء والشباب الأخت المناضلة والتي أتتنا من مدينة الكفاح والنضال مراكش، المناضلة والمجاهدة والتي دافعت منذ انطلاقتها الأولى في حزب الاستقلال، أي منذ طفولتها، عن قضايا المرأة والشباب، الأخت سعيدة أيت بوعالي. واحد تحية نضالية للمرأة الاستقلالية، تحية نضالية، شكرا. عمالة إقليم مكناس وكيل لائحة السيد النقيب الأستاذ عبد الواحد الأنصاري نقيب هيئة المحامون بمكناس، فليتفضل. إقليم الحاجب إقليم الحاجب الأخ المناضل الأستاذ يوسف حدهم، فليتفضل. إقليم إفران الأستاذ مصطفى الدكتور مصطفى يعقوبي. إقليم صفرو الأستاذ مصطفى بوزيان. إقليم صفرو. إقليم بولمان السيد النائب سي محمد الميري، فليتفضل. إقليم تازة. إقليم تازة. تازة المناضل الأستاذ سي محمد بوداس. القرية غفساي الحاج المفضل الطاهري. تيسا ظهرسو الدكتور جمال البوزيدي. مولاي عقوب المناضل اللي كان عنده واحد الدور أساسي، لأن مولاي عقوب تمت إعادتها في الولاية السابقة 5 مرات، الأستاذ حسن الشهبي. فاس الجنوبية الدكتور علال العمراوي. والأخت اللي تتمثل الجهة ديالنا بالنسبة للنساء كذلك الأستاذة اللي حاضرة، الأستاذة عبلة اللي حاضرة معنا من مدينة مكناس. لائحة الشباب من تازة الشاب نوفل شباب. فاس شمالية عبد ربيه حميد شباب.
سنواصل الكفاح شابة ارتاح ارتاح سنواصل الكفاح شابة ارتاح ارتاح سنواصل الكفاح بس بس استقلالية والله والله استقلالية أخوات والإخوة كل وكيل لائحة إما معاه أخ أو ثلاثة الإخوان أو أربعة الإخوان أو خمسة الإخوان لأن الدوائر عندها تبدأ من عضوين إلى ستة أعضاء يحضر معنا ممثلا لباقي اللوائح الأستاذ الشيخ محمد عبد الوهاب رفيقي أبو حفص ولهذا الأخوات والإخوة شكرا الأخوات والإخوة احنا لما عقدنا هذا اللقاء قلنا للإخوان وكلاء اللائحة أن المناضلين والمناضلات لتشتغلوا مع حزب الاستقلال من أجل كرامة هذا الشعب أنهم يكونوا حاضرين معنا في هذا اليوم سنعتذر الإخوان على الحرارة وعلى أن الوقت ديال الانطلاق ديال هذا اللقاء ما كانش متأخر ولكن كنا تنتظروا أن الإخوان من هذه الأقاليم اللي هما مدعمون أساسيون لوكلاء لائحتنا ولمرشح حزب الاستقلال باش يجتمع الجميع باش ننطلقوا لأبلغكم باسم كل استقلاليات والاستقلاليين تشكرات ديالنا جميعا للدعم ديالكم اللامشروط لمرشحي حزب الاستقلال قررنا جميعا والتزمنا بأن تكون هذه الحملة نظيفة حملة نقية حملة تبتدئ بالمناضل والمناضلة وتنتهي بالمناضل والمناضلة من أجل التعاقد من أجل الكرامة هذا هو حزب الاستقلال حزب الاستقلال كفاح ونضال حزب الاستقلال كفاح ونضال حزب الاستقلال كفاح ونضال حزب الاستقلال كفاح ونضال حزب الاستقلال شكرا كفاح ونضال إذا الأخوات والإخوة بعد العمل ديال سنة إعداد البرنامج ديالنا هذا البرنامج اللي تنعتبروه ورش كبير إن شاء الله وهو يجيب عن كل الأسئلة المطروحة الآن لما تنقلوا التعاقد من أجل الكرامة تنقلوا الكرامة هي المواطنة الحقيقية وأنا أعتبر أن لا كرامة في وجود البطالة ولا كرامة في وجود اكتظاظ في الأقسام بالنسبة للتعليم ولا كرامة بالنسبة لوجود مرضى لا يجدون الأدوية في المستشفيات المغربية ولا كرامة كذلك في وجود إدارة لا تستجيب لمواصفات الإدارة الحديثة التي تستجيب لطلبة الشعب إذا الكرامة حقوق الكرامة والشعب حقوق الكرامة إذا الأخوات والإخوة حزب الاستقلال على المستوى الوطني من بعد ما انتهى البرنامج ديالو اشتغلنا على كل دائرة 92 دائرة كلها كانت بالنقاش بين المسؤولين على مستوى الدوائر 92 دائرة كاين دوائر اللي كان فيهم التوافق تنعتبروه ديمقراطية داخل الحزب وكاين دوائر اللي التجأنا صناديق الاقتراع والاستقلاليين والاستقلاليات عبروا بكل حرية وبكل شفافية على موقفهم والحمد لله الجميع انضبط في كل الدوائر بالوحدة والتضامن اللي بغينا يكون يكون بالوحدة والتضامن اللي بغينا يكون يكون بالوحدة والتضامن اللي بغينا يكون يكون شكرا إذا الأخوات والإخوة قوتنا اليوم هو أن الحمد لله
كل شيء مر بالترابي. اللائحة الوطنية لا بالنسبة للنساء ولا بالنسبة للشباب كانت ديمقراطية على مستوى الجهات، وكان نقاش، وحزب الاستقلال هو حزب النقاش. لا بد للشباب الاستقلالي أن يعبر عن رأيه، لا بد للشباب الاستقلالي أن يناقش داخل حزب الاستقلال، لا بد للمرأة الاستقلالية أن يكون لها دور أساسي في هياكل الحزب وفي المناقشة الهادفة إلى تقوية حزب الاستقلال، لأن حزب الاستقلال هو ضمير هذه الأمة، ولأننا نعتبر أن حزب الاستقلال الآن في هذه المرحلة العصيبة أنه هو البديل الحقيقي الحمد لله لإنقاذ البلاد من الاحتقان الاجتماعي، من الأزمة، من الدخول، من الديون التي أثقلت كائن الشعب المغربي. ولهذا نحن هنا اليوم لنتعاقد معكم ومن خلالكم مع الشعب المغربي. والشعب اليوم يريد حزب الاستقلال، والشعب يريد حزب الاستقلال، والشعب يريد حزب الاستقلال، والشعب يريد حزب الاستقلال. إذا الأخوات والإخوة، لما تنعطيو الفرصة للشباب بغينا الآن وفي المستقبل من بعد 7 أكتوبر أن الشباب يأخذ حظه في التعليم، في التكوين، في التشغيل، لأن الشباب المغربي ديالنا الحمد لله عنده كفاءة، عنده مقدرة على العطاء. حزب الاستقلال برنامجه ركز على الشباب، وركز على التشغيل، وركز على التمدروس، وركز على كل المسائل التي تهم الشباب المغربي. فنحن نقدم باسم حزب الاستقلال تحية صادقة خالصة لدعم الشباب الاستقلالي والمتعاطف معنا للوائح الاستقلال. ورفع شارة الانتصار للشباب تحية، ورفع شارة الانتصار للشباب. بالنسبة للتشغيل، بالنسبة للموظفين، وبالنسبة للطبقة العاملة المغربية واللي تنعتبروها تأثرت هاد 5 سنوات الأخيرة، أولا الحوار الاجتماعي لم يكن ممأسس، وقعت صراعات حقيقية بين الحركة النقابية التي يدعمها حزب الاستقلال وبين الحكومة. ولهذا الأخوات والإخوة، بالنسبة للقطاع الخاص، حزب الاستقلال لما طرأت الحكومة 2007-2011 أعطاه حقه كاملا، زيادة ديال 25% في الحد الأدنى للأجور، كذلك التغطية الصحية، كذلك انخراط الطبقة العاملة في الضمان الاجتماعي، وكذلك دعم المؤسسات من أجل الحفاظ على مناصب الشغل، بالإضافة إلى امتيازات أخرى، لأن المجال لا يكفي لأن نصرد كل الإنجازات. بالنسبة للموظفين، أخوات والإخوة، نقابة الاتحاد العام، حزب الاستقلال هو الحزب اللي قدم تعديلات على ما سمي بإصلاح التقاعد. احنا تنعتبروا أن الموظف المغربي أصابته نكسة ديال هذا الإصلاح، لأن الإصلاح هو يكون دائما لصالح الموظف ولصالح الشعب المغربي، ولكن ليس لصالح اللوبيات. ولهذا تنوعدكم الآن أن 2 ملفات ساخنة، التقاعد وصندوق المقاصة اللي هو تيدعم القدرة الشرائية ديال المواطنين، ديال الطبقات الشعبية، الطبقات الفقيرة، لا بد أننا سنقوم بإصلاح هذين القانونين، لأن بغينا الموظف إن شاء الله لما يخرج للتقاعد يكون عنده واحد أجرة محترمة باش يواجه المرض، وباش يستطع أنه يعيش آخر أيامه في حياة ما نقولوش مزدهرة، ولكن في حياة على الأقل فيها كرامة. لمرة أخرى تنشكر كل الحاضرات والحاضرين واللي هما مدعمين أساسيين للمرشحين ديالنا، لهاد المرشحين الاستقلاليين والمتعاطفين داروا فيهم الثقة نظرا لنضالهم وكفاحهم، كل من موقعه، كل مناضل هنا وكيل لائحة أو ثاني في اللائحة أو ثالث في اللائحة أو رابع في اللائحة
أو خامس في اللائحة أو سادس في اللائحة تيعتبر راسو وكيل لائحة، وكلنا يجب أن نكون كلنا وكلاء اللائحة. احنا كلنا وكلاء اللوائح ديال حزب الاستقلال، ولهذا قلنا الحملة يجب أن تكون حفلة بالنسبة إلينا، نظيفة نقية، اتصال دار بدار، اتصال بكل المواطنين والمواطنات من أجل شرح برنامج حزب الاستقلال، لأن تنعتبر أنفسنا أننا البديل الحقيقي إن شاء الله. ما يمكنش تبقى وسائل الإعلام تهضر على قطبين الأحزاب كلها وعلى رأسها حزب الاستقلال تتنافس على المرتبة الأولى، وأنتم جميعا وأنتن وهؤلاء وكلاء اللائحة واللوائح ديالنا تستحقوا أننا نكون في المرتبة الأولى لإنقاذ الأوضاع الفاسدة الآن. لا بد أن نؤمن بذلك، أن آمنوا أننا داخل معركة من أجل ربحها ومن أجل كرامة الشعب المغربي. أيتها المناضلات، أيها المناضلون، مرة أخرى رأى الخلاف اللي وقعنا داخل الحكومة هو عدم تنفيذ محضر 20 يوليو 2011، وحنا ما زلنا متشبتين بقانونية هذا المحضر، وسندافع إن شاء الله على كل الإخوة والأخوات الأطر ديال هذا المحضر باش يتحقق هذا المطلب اللي هو شرعي ديال شبابنا اللي هو شباب من خيرة الشباب المغربي. غير إن شاء الله أننا نوفيو الوعد ديالنا تجاهه. كذلك الأخوات والإخوة، حنا ما تنقولوش الوظيفة العمومية انتهى فيها التوظيف، كاين قطاعات كبيرة وخصوصا التعليم. اليوم رغم أن القسم فيه 65 و70 ديال التلامذ، كاين خصائص في الأطر الإدارية، كاين خصائص في رجل التعليم، كاين المدارس اللي خصها 5 ديال المعلمين واستاذ المعلمين. وهذه المناسبة تنقول أن حزب الاستقلال لما كان تيدافع عن طريق الجامعة الحرة للتعليم، الشعب عن طريق الاتحاد العام للشغالين، الشعب على الأساتذة حقهم في التعليم، لما كنا تندافعوا على الأساتذة المتدربين كنا على حق، لأن الخصاص خطير الآن. بغينا وليدات الشعب المغربي يقراو. شنو درت وشنو درنا؟ بصمتنا في كل مكان، هذا حزب الشهداء ماشي حزب الميريكان. نتيقوا في راسنا، نتيقوا في حزبنا، نتيقوا في وطننا، نتيقوا في البرنامج ديالنا اللي هو برنامج طموح إن شاء الله، واللي هو برنامج الأمل. أمل للأطفال، أمل للشباب، أمل للمرضى، أمل لم يجد سكنا في هذا الوطن، أمل لكل الشعب المغربي من أجل دولة القانون. الكرامة هي التي سيضمنها برنامج حزب الاستقلال، وحنا كما تقول دائما كرامتنا نناضل من أجلها، ندافع عليها، هويتنا، مبادئنا، توابتنا لا بد أن نبقى مؤمنين بها، ندافع عليها، لأن المغرب هو دولة إسلامية سيظل كذلك. وأختم هذا اللقاء المبارك بقوله تعالى: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
Thank you.